ما تزال تتوالى ردود الأفعال الغاضبة على قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة في 15 من مايو أيار، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 70 لاحتلال فلسطين، حيث أكدت الفصائل الوطنية أن هذا السلوك العدائي يعتبر استفزازا لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية وتواطؤا مع حكومة الاحتلال، ولن تفلح في تغيير حقائق ووقائع الزمان ولا المكان في القدس وهويتها العربية. هذا القرار هو كما قلت يعني في التوقيت وفي الإصرار على نقل السفارة، إنما هو يرسل رسالة إمعان في التواطؤ مع الاحتلال ومع الصهيونية، وأن الأوان كما قلت أن يكون هناك موقف جدي عربي ودولي ضد هذه السياسة الأمريكية. موقفنا وموقف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية هو بإدانة واستنكار هذا القرار الأمريكي الذي ينتهك كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولي. القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67. اختيار إدارة ترامب ذكرى نكبتنا التي شكلت علامة فارقة وسوداء في حياة شعبنا لنقل سفارة بلادها إلى المدينة المقدسة دفعت الفصائل إلى التحذير من مغبة هذه الخطوة التي ستكون بمثابة الضربة القاضية للعملية السياسية، وتكون قد صبت الزيت على النار ووضعت المنطقة برمتها على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، خاصة في ظل حالة الغليان السائدة منذ إعلان ترامب المشؤوم. إذا كان بالأمس كان التصعيد مع الاحتلال في إطار مواجهة سياسته وسياسة ترامب في 70 موقع، فيوم المشؤوم لنقل السفارة سيكون في 700 موقع، في الأرض الفلسطينية ستلتهب بالتأكيد. الفصائل الوطنية وضمن ردود أفعالها الغاضبة على الخطوات الأمريكية اعتبرت أن نقل السفارة إلى القدس يؤكد أن الإدارة الأمريكية قد حسمت نفسها كشريك بالظلم والاستبداد الإسرائيلي الممارس ضد شعبنا منذ 7 عقود، وأسقطت دورها التاريخي وإلى الأبد من العملية السياسية جراء تباهيها في خرق القانون الدولي إرضاء لغلاة الاحتلال. ردود فعل غاضبة تعم الشارع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله الوطنية على قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة في الذكرى 70 لنكبتنا، وسط تحذيرات من مغبة هذه الخطوة التي ستدفع إلى تأجيج الصراع وتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.